يقول: كيف نتعامل مع الملحدين الذين يهاجموننا ويستهزئون بالإسلام والحجاب وأننا على خطأ وهذا ليس دين وإنما هي عادات ورثناها من أجدادنا، ونقابل النساء ملحدات من العرب، هل يجوز أن نناقشهم أو نتركهم ولا نناقشهم؟ إذا كان الإنسان عنده علم ويعرف مداخلهم ومخارجهم وشبهاتهم وكيف الرد عليه يناقشهم، والذي لا يعرف قد يكون عندهم بعض الشبهات والتشكيك والطرح فلا يكون ملما بهذا، إنما يناقشهم من كان من أهل الشأن، وادعو لهم بالهداية، خاصة الذين هم لا يطعنون في الإسلام ولكن يطعن في فهمنا للإسلام، يعني لا يطعن في الإسلام لا يطعن في الفهم، يقول أنتم فهمتم الإسلام غلط، هذه عادات، هذه ليس من الإسلام، وكذا يناقش يبين له يدعى له إن الله يهديه ويفتح على قلبه، وإذا لم ترى فيه فائدة أو رأيته معاندا مكابرا أدعو عليه أن الله يسكت، أن الله سبحانه وتعالى يظهر بطلان قوله وغير ذلك من الأمور.